السفر، أو إنه ممكن أسافر كذا 3 أيام معدوني بعدين نرجع للألم. هل تتعمد تسفه الأسئلة عن عمرش؟ لا والله، عمري موجود في تويتر، تاريخ الميلاد واضح وصريح مرة، ما تذمره تذمره. بطلت غناء؟ لا، بس عشان عندنا يعني كده أتوقع اليوم أول مرة تشوفوني بهذا الليفل من التفكيع، خلاص أحس إني أنا ارتحت لكم. أبغى أذاكر بس إذا فتحت الكتاب أكل مش عارفة أنا أركز. قفلي جوالك يا عمي، بس الجوال هو كل شيء. إيش رأيك في الجامعة أونلاين؟ إيش يعني إنه تدرسي أونلاين ولا تسوي مشروع جامعة عن بعد؟ ليش اختفيتي؟ عشان كنا نذاكر لسدين عند اختبارات، فبس. وش شعورك واجد تسمي؟ ايش تخصصك؟ انا تخصصي ماركتينج. ماركتينج ظفرك الصغير وينزل. انا مستنية كذا الين 3 أيام كمان اغير اللون، فخلاص بسيب. كم معدلي؟ معدلي 4.5. ليش صوتك يقلب روان ويرجع؟ والله انا ما ادري، يعني يمكن لما نتحمس في الكلام او اكون محرجة يتحول روان، بعدين عادي يعني صوت العادي يكون هدوء. بس ما شاء الله عشان روان هايبر طول الوقت. هندية انتي؟ لا رجع رجع. رغد اختفت، قلت لكم كانت في المستشفى وبعدين اختفت، صورت لي انها في المستشفى وبعدين ما اعرف، يعني قاعدة احاول اوصل لها ماني قادرة من جد من جد، يعني ما اعرف بسم الله عليها ايش صار فيها. تخصص تسويق قلنا. سعودي ايدل كنت فيه؟ صحيح نعم، بس يعني اكيد الوجه مرة مختلف عن وجه سعودي ايدل، معليش مشي حالك. اجاوب وشو؟ ماني فاهم. تدرين انك من اهلنا وتقربين لنا؟ لا ما ادري والله، عرفيني يا عمري. سارة بنت السعودية تقصد يا رغد. كم أخذتي كورس ركيتان وكم جرعتك؟ أخذت 8 شهور وكانت جرعتي 30، بس ترى مرة الكيسز مختلفة. أنا عشان كان عندي كوليسترول عالي وكان عندي كذا مشاكل، فجرعة 30 تعتبر مرة قليلة، ف من شان هيك لازم الدكتور هو اللي يحدد. لا مو رغد، هذه رغد واحدة ثانية. رغد يعني كذا كانت واحدة من المشجعين.